في الفيديو ده هنعرف مع بعض أهمية الكلى ووظائفها للجسم وأعراض بتدل على وجود مشاكل في الكلى وإزاي نطهر الكلى من السموم. في بداية الكلام خلينا نعرف إيه هي الكلية وإيه دورها اللي بتعمله في جسمنا. الكلى هي تعتبر العضو المسؤول عن التخلص من السموم والفضلات الزايدة في الجسم وتنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة من عملية الأيض، ومسؤول عن التحكم في حجم السوائل في الجسم وموازنة كمية العناصر الكهربائية زي الأملاح والأيونات. والكلى ليها دور مهم جدا زي الكبد ولا تقل أهمية عنه في طرد السموم من الجسم. الكبد والكلية عملهم بيكمل بعض وبيشتغلوا مع بعض. الكبد بيحول السموم اللي بتدوب في الدهون لجزيئات ملهاش ضرر بتدوب في المية، واللي بعدها الكلية والمرارة بيتخلصوا من الجزيئات اللي بتدوب في المية دي اللي كانت قبل كده سموم. وبالتالي لو في مشكلة في الكبد أو الكلية هيحصل ضغط أو يزيد الحمل على واحد من الأعضاء اللي دورها طرد السموم. فمن المهم جدا ان كل عضو يكون بيأدي دوره. والكبد والكلى ممكن يتأذوا من حاجات كتير، من ضمنها الأدوية وأزايز المية البلاستيك والعلب البلاستيك اللي بيتسخنوا الأكل فيها في الميكروويف، بيتسرب منها مواد كيميائية بتسبب ضرر. والمبيدات بشكل عام زي مبيدات الآفات والأعشاب والفطريات وغيرهم برضو ليهم تأثير سلبي على الجسم. والأدوية والإفراط في استخدام المسكنات وكثرة استهلاكها بدون استشارات طبية بتقلل كفاءتها الوظيفية المسؤولة عن التخلص من السموم الموجودة في الجسم، فتترسب على أنسجة الكلى وتعرضها للالتهابات. والكلية بيوجد فيها ملايين المرشحات الدقيقة والصغيرة جدا الفلترز اللي ليها دور في ترشيح كل المواد والتراكمات السامة في الجسم وتطردها خارج الكلية، زي أنواع من المواد السامة المعدنية اللي بتأثر سلبا على صحة الإنسان، ومن أسوأ وأصعب المعادن التقيلة الهيفي ميتال اللي الكلية بتتعامل معاها وبتواجه صعوبة في التخلص منها هو الكادميوم. الكادميوم عادة بيوصل للإنسان من التدخين، ووضحت الدراسات إن مدخني السجائر أجسامهم بتحتوي على معدلات أعلى من الكادميوم من غير المدخنين، لأنه موجود في السماد اللي بيستخدموه لتحفيز نمو التبغ، وهو بيأثر على الكلية أكتر من أي عضو أو نسيج آخر في جسم الإنسان، وجزء كبير من حالات هشاشة العظام ناتجة من سمية الكادميوم. وكمان الزئبق سام ويعتبر شديد السمية على الكليتين. الزئبق موجود في حشوات الأسنان اللي بيكون لونها سيلفر وبتحتوي على زئبق، اللي بنصح أي حد لو لسه في أسنانه أي حشوات من دي يشيلها ويبدلها بالحشوات التجميلية الجديدة زي البورسلين. وفي أنواع من الأسماك الكبيرة لو حد بياكلها فيها كميات كبيرة من الزئبق برضو. طيب دلوقتي فهمنا من الكلام ده إن عملية الترشيح دي مهمة جدا في التخلص من السموم، ولكن الإنسان كل ما يتقدم به العمر كل ما قدرة الكلية على ترشيح السموم دي بتقل. ولو هنقارن طفل عمره من 5 لـ10 سنين هنلاقي قدرة وظائف الكلى عنده أقوى 50% مقارنة بشاب في العشرينات. وكل ما المواد الكيميائية اللي بتتعرض ليها الكليتين تزيد، فبالتالي بتقل قدرة الجسم على طرد السموم وتتراكم المواد دي وبيتعاد توزيعها في الجسم من خلال الدم. وبسبب كتر استخدام الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات زي البروفين والكتافلام مثلا بشكل مبالغ فيه وبدون استشارات طبية، بيأثر على الكلية تأثير سلبي، والتعرض ليهم بشكل مستمر لأكتر من 3 سنوات بيعرض الكلية للتلف. وحاجة مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها ونحط تحتها خطوط كتير، وهي إن أسوأ حاجة ممكن تدمر الكلى وهي اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات. ودي طبعا لو متابع فيديوهاتي هتلاقيني ذاكرها أكتر من مرة، هاي كارب دايت هو أسوأ حاجة للكلية. فلو جينا بصينا على مريض السكر مثلا هنلاقي عنده مشاكل معينة أولها هي مشاكل الكلى، والسبب هنا ان الجلوكوز بيدمر الفلترز او المرشحات بتاعت الكلية، وزيادة الجلوكوز كمان بيسبب تلف واكسدة شديدة في الكلية. فبالتالي مرضى السكر معرضين لخطر الفشل الكلوي وغسيل الكلى على المدى الطويل اكتر من غيرهم. واحنا دلوقتي بنشوف اغلب الدكاترة بيركزوا مع مريض السكر في انهم يسيطروا او يتحكموا في السكر ونسبته في الدم، وينسوا يحطوا في اعتبارهم الانظمة الغذائية نفسها العالية بالسكر. فانت دلوقتي لما تتحكم في الجلوكوز او السكر في الدم بالادوية، هو كده السكر بينتقل لمكان تاني برضه جوه جسمك. فمن الاول الصح هو التخلي عن الاطعمة عالية الكربوهيدرات، مش اني اكل منها براحتي وبعدين اخد لها ادوية. طيب تاني حاجة بتتأثر بارتفاع الجلوكوز وكثرة استهلاك الكربوهيدرات سواء كنت مريض سكر او ما قبل السكري، هو القلب والاوعية الدموية والعين والاعصاب والدماغ. ومن الحاجات المشهورة جدا عند مرضى السكر هو حدوث تلف في الكلية بسبب ارتفاع الجلوكوز في الدم، فضروري جدا ناخد بالنا من ارتفاع مستوى الكربوهيدرات في انظمتنا الغذائية عشان نحافظ على صحة الكلية. طيب دلوقتي هنتكلم عن الأعراض الشائعة لوجود مشاكل في الكلى. رقم 1 اضطرابات في النوم، منها انقطاع النفس أثناء النوم، ودي مشكلة شائعة عند المصابين بأمراض الكلى، لأن تراكم السموم والفضلات في الدم بدل من خروجها في البول بيسبب مشاكل في النوم. 2 الإصابة بفقر الدم المعروف بالأنيميا، لأن الكلى بتنتج هرمون
الهرمون مسؤول عن تصنيع خلايا الدم الحمراء اللي مسؤولة بدورها عن توصيل حاجة الدماغ والعضلات من الأكسجين. ففي حالة وجود أحد أمراض الكلى فده بيقلل من عدد خلايا الدم الحمراء، وبالتالي المريض بيشعر بإرهاق وضعف. 3. الحكة الشديدة، بمرور الوقت الكليتين بتقل قدرتها على موازنة المعادن والعناصر الغذائية في الجسم، فبينتج عنها مشاكل وأمراض في العظام وأمراض ناتجة عن نقص في المعادن، وده بيخلي البشرة جافة فبينتج عنها شعور بالحكة، بالإضافة إلى إن تراكم السموم في الدم بيعطل قدرة الكلى على طردها، وقد يسبب طفح جلدي بيؤدي للشعور بالحكة في أي مكان في الجسم. 4. خروج بول رغوي، من إحدى وظائف الكلى الحيوية هي تصفية البروتينات في الدم، فممكن يتسرب بعض البروتينات من الكلى إلى البول، ومن أحد البروتينات اللي قد تتسرب إلى البول هو بروتين الألبومين اللي بيتفاعل مع الهواء عند خروجه من البول، فنتيجة التفاعل ده بتظهر رغوة، فبالتالي وجود رغوة في البول بتدل على وجود مشكلة في الكلى ووجود بروتين كتير في البول. وكمان بنلاقي مريض الكلى في ريحة أمونيا في نفسه وطعم الفم مائل للمذاق المعدني، لأن عدم قدرة الكلى على تصفية الفضلات بتسبب حالة بتعرف باليورينية أو بولينا أو تبول الدم، فده اللي بيدي الأكل طعم معدني أو أحيانا يخليه بدون مذاق، وممكن تزود حاجة المصاب للتبول لما يحصل تلف لمرشحات الكلى. وأخيرا ارتفاع ضغط الدم، أحيانا بيظهر دم في البول لأن الكلى السليمة بتحافظ على خلايا الدم في الجسم أثناء عملية تصفية الفضلات من الدم عشان يتكون البول، ولكن لما تتلف مرشحات الكلى ممكن تبدأ خلايا الدم دي تتسرب للبول، فده ممكن يكون مؤشر على وجود مشكلة في الكلى. وفي بعض الأعراض الأخرى زي الشعور بالتعب والإرهاق وألم في الظهر وضيق في التنفس وتشنج في العضلات ناتج من اختلال توازن الأملاح في الجسم بما فيهم الكالسيوم والفوسفور، وتورم في القدمين لأن انخفاض وظائف الكلى ممكن يؤدي إلى احتباس الصوديوم في الجسم فبيسبب تورم في الكاحل والقدمين، وانتفاخ حول العين نتيجة احتباس السوائل. ومن الأعراض الشائعة كمان لمشاكل الكلى هو لون البول الداكن بسبب المخلفات اللي بتخرج من مرشحات الكلى التلفة. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن أهم الحاجات اللي هنعملها عشان نحسن من وظيفة الكلى في التخلص من السموم وفي تنظيف الكليتين. اول حاجة هنتكلم عنها وهو اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لو كارب دايت، ده بيريح الكلى بشكل كبير جدا لان الاكسدة في الكلية هتقل جدا بعد تقليل الكربوهيدرات. 2. نبدأ ناكل اكتر من اطعمة هتزود من كفاءة الكلية في طرد السموم بشكل طبيعي زي التوم. التوم بيساعد الكلية في طرد اليوريا والملوثات الاخرى من الكلية، والكرفس كمان مفيد جدا، والبقدونس معروف جدا في قدرته الهائلة في انه يخلص الجسم من السموم والاملاح الضارة من الجسم وتنقيته، وبيساعد الكلى على انها تشتغل بنشاط، وفي مواد بتساعد على تفتيت حصوات الكلى والتخلص منها عن طريق البول، والبقدونس مضر طبيعي للبول وممكن نستخدمه عن طريق غلي اوراقه وتصفيته وشرب ميته على الريق او على مدار اليوم. وكمان الكزبرة مفيدة جدا للكلى، والكركم وفوائده الهائلة للكلى. الكركم بيساعد على تخفيف الحكة اللي بتصاحب مرضى الكلى، لان الكركم بيحتوي على مركبات لها خواص مضادة للأكسدة فبيساعد على حماية الكلى من الامراض، والكركمين الموجود في الكركم بيساعد الكلى على التعافي من بعض الاصابات والجروح اللي ممكن تصيب الكلية. التوت عامة وخاصة التوت الازرق بيقي من امراض والتهابات الكلى وبيخفف اعراض ومشاكل الكلى، وبيعالج مشاكل عسر البول وبيساعد على طرد السموم من الكلية. ومن الحاجات اللي هتحسن صحة الكليتين كمان هو اننا نقلل استهلاكنا للادوية والمسكنات قدر الامكان، ونستخدم فلتر المية ان امكن في بيوتنا، ونتجنب الحاجات اللي بتدمر الكلية زي اننا نقلع عن التدخين ونبطل سجاير، ونحاول نوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم. وكتير من الناس بيفكروا ان البوتاسيوم مضر للكلى، ولكن في الحقيقة وبعد الابحاث لو عندك صوديوم كتير وما فيش بوتاسيوم كفاية ده بيؤدي لمشاكل صحية بما فيها مشاكل للكلى. فندخل في اكلنا افوكادو وسلطة كتير، ولازم يكون يوميا في خضار في نظامنا الغذائي، وشرب الشاي الاخضر كمان بيحسن من كفاءة الكلية في طرد السموم وتنقيتها، وعدم الافراط في تناول البروتين لان ده ممكن يزود اجهاد الكليتين ويتسبب في ان البول يكون رغوي، فنستهلك بروتين بنسبة متوسطة. وبس كده، عرفوني بقى تحت في التعليقات مين فيكم هيبدأ يحافظ على عضو من اهم الاعضاء في جسمنا الا وهو الكلى. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وبعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين. دمتم بصحة وخير، كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.